فن تشيكي. مرحبا يا أطفال، فلنقم برحلة إلى مدينة الخيال اليوم، لأننا سنرسم وحيد القرن. أولا ابدأ بالجسم والأذنين والعين المستديرة الكبيرة. رائع. الآن ارسم الشعر والقرن السحري. مرحى لنرسم قرنا سحري. وأنف صغير لطيف. الآن منحنى كبير لبقية الجسم. الأرجل الأمامية والأرجل الخلفية وأخيراً ذيل كبير منفوش. لقد قمنا بعمل جيد. حان الوقت لمنح تحفتنا مظهراً رائعاً وأنيقاً. يبدو رائعاً، استمروا. هنا يأتي السحر الحقيقي لنلون. أولاً اللون الأرجواني، ثم الأحمر، البرتقالي وبعض الأصفر أيضاً. أخضر جميل. أخضر أغمق أيضاً. وأخيراً الأرجواني. كم هو جميل مظهر وحيد القرن! دعونا نستخدم الأزرق للقرن. يمكننا استخدام الوردي للحوافر. ألا تستمتعون يا أطفال؟ لنلون الذيل الآن. ابدأ بالأحمر ثم بعض البرتقالي الأصفر أخضر فاتح والأرجواني. مرحى! أضف بعض اللمسات النهائية باللون الوردي الجميل. ها هو يا أطفال، وحيد القرن الأكثر سحراً على الإطلاق. أتمنى أنك وجدت الكثير من المرح في التعلم. أراك المرة القادمة. مرحباً يا أطفال، ألا تحبون الرياضة؟ دعونا نرسم كرة القدم. ارسم خماسيات في الدائرة واربطهم جميعاً معاً. دعونا نلون بالرمادي الداكن. ورمادي فاتح أيضاً. هذا هو مدى سهولة رسم كرة القدم. في المرحلة التالية ارسم دائرة ولونها بالبرتقالي. هل يمكنك تخمين أي كرة رياضية هذا؟ والآن ارسم الخطوط المتعرجة. نعم،
ها هي كرة السلة. إلى التالي. كرة بثلاثة أقسام وخطوط منحنية داخل كل منها. دعونا نلون بالأزرق والأصفر والسماوي الفاتح انتهينا. إنها الكرة الطائرة. الآن التالي. ارسم دائرة نصف دائرتين داخلها لنلون بالأخضر الفلوري. عظيم ورمادي فاتح. رائع. كرة التنس تبدو رائعة. التالي سهل للغاية. كرة بثلاث دوائر صغيرة. لونها بالرمادي. هل تعرف أي كرة رياضية هذه؟ الدوائر الأصغر بالأسود. صحيح، إنها كرة البولينج. ألم يكن من الممتع رسم كل هذه الكرات الرياضية الرائعة؟ مرحباً يا أطفال، لنبدأ في رسم أحمر شفاه. ارسم مستطيلاً بميل من جانب واحد. مستطيل أكبر الآن وآخر أكبر من السابق. انتهينا. أعتقد أننا بحاجة إلى طلاء الأظافر أيضاً. مستطيل صغير وآخر أكبر مع نهاية مدببة. والفرشاة سهل جدا. والآن ارسم خطا. هذه هي الماسكارا. دعونا نعطي مظهراً أنيقاً بسرعة. عظيم. دعونا نضيف ألواناً ممتعة. أحمر الشفاه بالوردي الجميل. أصفر وبرتقالي للأنبوب. الأخضر الفاتح والداكن أيضاً. رائع. الأخضر لطلاء الأظافر لدينا. دعونا نستخدم اللون الأرجواني للزجاجة. ويمكن للوسط أن يكون وردي.
تبدو جميلة. الأصفر والأحمر للعصا. وانتهينا، ها هي مجموعة المكياج. أتمنى أن تكونوا قد استمتعتوا بالرسم. مرحباً يا أطفال، سنرسم فراشة جميلة اليوم. لنبدأ بجناحها، جسمها صغير، جناح آخر والهوائيات، كان ذلك سهلاً. دعونا نضيف التفاصيل الجميلة أيضاً، خطوطاً متعرجة، دوائر صغيرة، واو، تبدو رائعة. وقت للتلوين، لنبدأ بالذهبي الجميل ولون به الجسم وبعض التفاصيل أيضاً. بعض الأحمر، والأخضر، أزرق جميل، وهنا يأتي الوردي. لنلون بالبنفسجي. بعض التركواز الآن، دعونا ننهيها باللون الأرجواني. فراشة ملونة وساحرة للغاية. أهلاً يا أطفال، مستعد لرسم هذه اليد الرائعة والملونة؟ هيا نبدأ. من السهل جداً رسم يد. يمكنك أيضاً وضع يدك والتتبع حولها. دعونا نعطي مظهراً أنيقاً لليد الآن. الآن ارسم شكل قلب أحمر في المنتصف تماماً مثل هذا، ولونها. تبدو رائعة. اصنع دائرة باللون الأصفر حول القلب وابدأ في التلوين. فقط استمر، تأكد من البقاء بعيداً عن القلب. والآن دعونا نضيف خطاً أخضر جميل وأنيق.
حان الوقت لبعض الأزرق. نحن نقوم بعمل رائع. وهنا يأتي اللون الوردي الفاتح. نعم، وآخر لون هو برتقالي. نحن على وشك الانتهاء. دعونا نلون بسرعة. هذه اليد ستبدو رائعة. ها هو قلبنا في يد. واو، كان ذلك ممتعاً. أراك المرة القادمة. يا أطفال، انظروا إلى هذا الشيء. إنها عربة الآيس كريم. مرحى، هل أنت مستعد لرسمه؟ هيا نبدأ. ابدأ بالعجلات، ارسم الشاحنة والمصباح الأمامي، عجلة أخرى أيضاً، والضوء الخلفي، النافذة، والسحر الحقيقي الآيس كريم. دعونا نصنع سقف. ونافذة جانبية. وجميع التفاصيل الصغيرة. أخيراً الآيس كريم الكبير في الأعلى. هكذا نعرف أن عربة الآيس كريم المفضلة لدينا تكتمل. وقت التلوين يا أطفال. اللون الوردي للشاحنة، يبدو اللون الذهبي جميلاً للنافذة. وبعض الفضة اللامعة أيضاً. أخضر ناصع للعجلات. بعض البني أيضاً. أزرق للداخل. سماوي لسقف السيارة. أحمر لضوء الذيل والسقف. لا تنسى المصباح الأمامي. دعونا نضيف اللون الأخضر إلى سطحنا أيضاً. المتجرف اللذيذة باللون البنفسجي والذهبي والأحمر. بني للأقماع. ولنصنع الآيس كريم الكبير بنكهة الشوكولاتة. لذيذ. وردي للبسكويت. وانتهينا. انظر، ها هي العربة تتحرك لنشر السعادة مع الآيس كريم اللذيذ. أتمنى أن تكون قد استمتعت برسم الآيس كريم.
مرحبا يا أطفال، على استعداد لرسم قطة صغيرة لطيفة؟ هيا نبدأ. ابدأ بالقوس، أذنيها مثلث صغير ودائرة لوجهها. دعونا نرسم العيون والأنف الصغير اللطيف. ارسم مستطيلاً لجسم القطة وخطاً متقاطع سيكون ثوبها، خط مستقيم للساقين. والآن الذراعين، شعيرات على كلا الجانبين. انتهينا، كان ذلك سهلاً. دعونا نعطي مظهراً لطيفاً. تدا، تبدو قطة جميلة. دعونا نستخدم الوردية لفستانها. استمر بضربات لطيفة وأنيقة. أليست قطتنا لطيفة للغاية؟ الطوق الأحمر سيبدو جميل. وأنف أصفر لطيف. ها هي قطتنا، أتمنى أنك استمتعت. مرحبا يا أطفال، لنصنع ألغازا بأشكال مختلفة. لنبدأ مع لغز في دائرة، اصنع 4 ألغاز بداخله. هذا سهل، أليس كذلك؟ لنلونها، لنستخدم الألوان مثل الأحمر والأصفر والأزرق الداكن. والأخضر. الآن لنجعلها مربعة. ونستخدم اللون الأصفر. الوردي والأرجواني. والأزرق المخضر لتلوينها. هل انتهيت؟ لنصنع قلباً ضخماً والألغاز بداخله. يمكن تلوين القلب بالأحمر والبرتقالي والسماوي والأخضر وآخر شيء هو نجم. لنصنع نجمة.
ولونها باللون الأصفر والأزرق الداكن والأرجواني والأخضر. حسناً، هذا كل شيء. أتمنى أنك استمتعت. مرحباً يا أطفال، لنتعلم كيف نرسم هرم. ارسم خطاً مستقيماً ثم مثلثين على كلا الجانبين. ارسم الآن خطوطاً أفقية عبر كلا المثلثين. وهذا هو. ما مدى سهولة ذلك؟ وقت التلوين. لنستخدم اللون الوردي التالي، الأرجواني الجميل. حان الوقت لبعض السماوي. أخضر جميل. برتقالي لامع. بعض الأصفر أيضاً. هرمنا يبدو رائعاً جداً. وآخر أحمر. تدا! دعونا نستعرض كل ألواننا يا أطفال. الوردي، الأرجواني، السموي، الأخضر، البرتقالي، الأصفر، الأحمر. مرحى! ها هو هرمنا. وداعا يا أطفال. مرحبا يا أطفال، كيف تذهبون إلى المدرسة؟ بالحافلة؟ صحيح، دعونا نصنع حافلة مدرسية اليوم. لنصنع الحافلة بالعجلات. النوافذ، المرآة، المصابيح الأمامية. حافلتنا جاهزة. دعونا نلون الحافلة بألوان زاهية. استخدم البرتقالي للجزء السفلي من الحافلة، والأسود لخطوط الحافلة، والعجلات، والجزء العلوي. ألم يكن ذلك سهلاً؟ الآن استخدم لون الليمون الأصفر لملء الخطوط في الجانب الأمامي من الحافلة. لنستخدم الأزرق السماوي للنوافذ. سنستخدم اللون الرمادي لمخطط العجلات والخطوط على النافذة. أخيراً، لون جسم الحافلة باللون الأصفر. تدا! حافلتنا جاهزة للذهاب إلى المدرسة. هل أنت جاهز؟ مرحباً يا أطفال، دعونا نصنع غرفة نوم اليوم. سنبدأ بعمل مستطيل كبير وآخر أصغر بالداخل للسرير. اصنع مستطيلاً آخر ببطانية عليه. سريرنا يحتاج إلى أرجلين، أليس كذلك؟ سنصنع وسادتين للسرير وأدراجاً بجانبه.
عليك أن ترسم مستطيلين صغيرين منتصقين بجوار السرير واثنين من المستطيلات الأصغر لنصنع مصباحاً ومزهرية في الأعلى. في الجزء الآخر يمكنك عمل مصباح وكوب قهوة. نحن بحاجة إلى صورة فوق سريرنا، أليس كذلك؟ لنرسمها. غرفة نومنا جاهزة، الآن لنلونها. لون الجبال، والأوراق، والوسائد باللون الأخضر. هل تستمتع؟ لون جوانب الدرج باللون الوردي، الأصفر للمصباح داخل الدرج، بطانيتنا، ممتع! العشب والشمس. لنستخدم اللون الأحمر لطلاء الجزء السفلي من السرير والأرجواني للمستطيل أدناه والحدود الخاصة بصورتنا. قم بطلاء مقابض الدرج ومقبض المصباح بالأزرق. نحن على وشك الانتهاء. لنستخدم اللون السماوي لكوب القهوة والمزهرية لنلون أسفل سريرنا بالأزرق السماوي. وانتهينا! كان ذلك ممتعاً، أليس كذلك؟ انظر إلى منطاد الهواء السحري هذا. هيا نبدأ. مربع للسلة، خطين لربط التنورة، والبالون الكبير. غطي البالون بخطوط مستقيمة وانتهينا. حان وقت التلوين. ابدأ باللون الأحمر ثم الأخضر، أرجواني أيضا، ذهبي، زهري، أزرق، البرتقالي، الأخضر، والأحمر مرة أخرى. يا له من بالون جميل! لننهيها بسرعة. سماوي للتنورة وذهبي للتفاصيل. مرحى! جاهز للطيران؟ ووهو! هذا سحري! ها هو منطادنا الجميل! أراك المرة القادمة! مرحباً يا أطفال، هل أنتم مستعدون لرسم ألذ آيس كريم على الإطلاق؟ هيا نبدأ. ارسم قطرة صغيرة مثل هذا الشكل. استمر في إضافة الأشكال البيضاوية، اربط الأطراف، والآن لدينا البسكويت. لنرسم وجهاً للآيس كريم، العيون، وابتسامة صغيرة لطيفة. دعونا ننهيه بمظهر أنيق. نعم، تماماً مثل ذلك. مرحى! حان وقت التلوين. الأصفر، ثم بعض الأخضر، وردي جميل، والأرجواني المفضل لدي. البرتقالي للمخروط.
وقد انتهينا. ها هو ألذ آيس كريم. وداعاً يا أطفال، أتمنى أن تكونوا قد استمتعتوا. مرحباً يا أطفال، هل تعرفون أوريال حورية البحر؟ هل ترغبون في صنع حورية البحر اليوم؟ نعم، لنفعلها. نبدأ بجعل شعرها طويل ووجهها. كان ذلك بسيطاً، أليس كذلك؟ ارسم عينيها وفمها. هل أنت معي؟ الآن لنجعل لها جسداً. أتمنى لو كنت حورية البحر، ستكون الحياة ممتعة للغاية عندما تعيش تحت الماء. حوريات البحر لها ذيل. لنصنع ذيل. هل أصبحت حورية البحر جاهزة؟ لنرسم لها أصدقاء. وطحالب. تدا! رسمتنا جاهزة، لنعطيها مظهراً أنيقاً. لنستمتع ببعض المرح ونلون. لون جسدها ووجهها بلون البشرة. علمت أنني حورية البحر رغم ذلك. ارسم شعرها باللون الوردي.
والأزرق للذيل. لون الفقاعات لا تنسى أن ترسم الأصداف باللون البرتقالي. استمر في الرسم. لون العشبة بالأخضر. وبعض الأصفر والأخضر للأسماك. لون القلادة بالأزرق. حورية البحر جاهزة للمحيط. أتمنى أنكم استمتعتم يا رفاق. مرحباً يا أطفال، ألا تحبون أكل المصاصات اللذيذة؟ دعونا نرسم ونلون واحد اليوم. سنبدأ بعمل مستطيل، ثم ارسم مستطيلاً أصغر حجماً لعصا المصاصة. عظيم! ارسم قلباً صغيراً لطيفاً في المنتصف على المصاصة. تماماً مثل هذا، ارسم خطوطاً مائلة عبر المصاصة، لكن لا تمشي على القلب. نعم، تماماً مثل ذلك. يبدو رائعاً بالفعل، أليس كذلك؟ دعونا نضيف مظهراً. نعم، اجعلها لطيفة وأنيقة. ارسم بعض القلوب حولها، لأن هذا هو مقدار حبنا للمصاصات اللذيذة. حان وقت التلوين، لنبدأ باللون الأحمر الجميل. الآن البرتقالي. بعض الأصفر. فقط استمر في الرسم، نحن نقوم بعمل رائع. لون أخضر جميل. التالي هو الأزرق، إنه جميل. حان الوقت لبعض النيلي. وأخيراً بنفسجي. سنقوم بطلاء العصا بالبرتقالي.
بعض اللون الوردي للقلب سيبدو رائعاً، ألا تعتقد ذلك؟ لنستخدم اللون الوردي لبقية القلوب أيضاً. نحن على وشك الانتهاء يا أطفال. ها هي مصاصتنا، لذيذة ومنعشة أيضاً. مرحباً يا أطفال، هل أنتم مستعدون لرسم بعض الأشكال؟ هيا نبدأ. ارسم دائرة ثم مثلث. نعم، عظيم. هل يمكنك تخمين التالي؟ إنه قلب. والأخير مربع. ألم يكن الأمر سهلاً؟ حان الوقت لمنح أشكالنا وجوهاً سعيدة. ارسم العيون ولون الأشخاص. وضع ابتسامة صغيرة لطيفة. وجه لمثلثنا. ولا تنسى الحاجبين. التالي وجه للقلب. والمربع أيضاً. ألا تبدو لطيفة جداً؟ بعد ذلك، دعونا نعطي مظهراً أنيقاً لجميع الأشكال. قمنا بعمل رائع، والآن يأتي أفضل جزء يا أطفال، التلوين. لون أصفر مشرق سعيد لدائرتنا. دعونا نستمر على هذا النحو. ها هي دائرتنا، تبدو رائعة. دعونا ننتقل إلى مثلثنا. لون أخضر فاتح. لنبقى ضمن الخطوط، لطيف وأنيق. هو مثلث. مرحى. ننتقل إلى القلب. اللون الوردي سيبدو رائعاً، ألا تعتقد ذلك؟ دعونا نلون ونلون ونلون، ألا تقضي وقتاً ممتعاً؟ وانتهينا، إنه قلب. أخيراً، دعونا نستخدم البرتقالي للمربع. نحن على وشك الانتهاء يا أطفال. رسمنا يبدو رائعاً.
إنها صورة ملونة سعيدة وأيضاً طريقة ممتعة لتعلم أشكالنا. لقد انتهينا من المربع، ها هي جميع أشكالنا. أتمنى أن تكون قد استمتعت. أراك المرة القادمة. أهلاً يا أطفال، لنرسم الفراولة فاكهة المفضلة مع الأوراق في الأعلى، ثم نلونهم بالأخضر لنبقى ضمن الخطوط. الأحمر للفراولة، ألذ فاكهة وصحية أيضاً. والآن ارسم البذور تماماً مثل هذا. لونها بالأصفر. تبدو رائعة، عمل جيد. أتمنى أنكم استمتعتم. مرحبا يا أطفال، مستعدون لرسم غواصة؟ هيا نبدأ. ارسم أنبوبا للنظار. خطان مائلان. وشكل بيضاوي كبير للغواصة. مثل هذا تماماً. دعونا نضيف بعض التفاصيل. اصنع 3 دوائر للنوافذ ودوائر أصغر بالداخل. جناحان للمروحة. خط متعرج يوضح سطح الماء. انتهى. الآن لنعطي هذا مظهراً رائعاً وأنيقاً. أضف التفاصيل حتى يبدو رسمنا رائعاً. والآن حان وقت التلوين. لنبدأ بالبرتقالي للمنظار. وبعض الأحمر أيضاً. الآن الأزرق والأرجواني. أليست هذه غواصة رائعة حقاً؟ دعونا نستخدم الأصفر للجسم الرئيسي لغواصتنا. تماماً مثل هذا.
استمر مع ضربات أنيقة. للجوانب سيبدو الأحمر رائعاً. دعونا نستخدمه للظهر أيضاً. والآن بعض الأخضر. والآن بعض الأخضر للنوافذ. هذا تحول رائع. استخدم الأرجواني للدوائر الأصغر. أجنحة وردية. ولون أزرق ومروحة برتقالية. تدا! ها هي الغواصة يا أطفال. هل أنتم مستعدون لمغامرة تحت الماء؟ اشترك في القناة لمشاهدة المزيد. فن تشيكي.